سؤالك جميل، الإنسان مخير ولا مسير؟ أنت اخترتي أبوك وأمك؟ لا. طيب أجبرتي عليهم؟ تمام. أنت اخترتي دينك؟ لا. أجبرتي عليه؟ أنت اخترتي اسمك؟ لا. أجبرتي عليه؟ أنت اخترتي شكلك ولون عيونك وبشرتك؟ تمام. لا. أنت اخترتي تتصلي بوسيم يوسف على تيك توك تطلعي معاه؟ اخترت. إذن عندنا في حياتنا أشياء مسيرة ومخيرة. المسيرة هي التي لا نستطيع دفعها، مثل أبانا، أمهاتنا، أسماءنا، أحيانا رزقنا ما نستطيع دفعها، أحيانا الأوجاع، حد يختار مرض السرطان أكيد. لا أستغفر. إذن وفي أشياء الله عز وجل أعطى الخيار لنا حتى يقدر يحاسبنا، لأن الله لن يحاسبنا على شيء أجبرنا عليه. طب بس معلش بس أعلق شغلة بس ما أنت كده. طب يلا قولي بسرعة. بس لأقول إنه ما هو رب العالمين، قصدي بيعرف، ورب العالمين ما رح يصير إلا اللي هو ممتاز بيعرفه. خلني أكمل. ممتاز. طيب. فالله عز وجل لن يحاسبنا على شيء أجبرنا عليه. بمعنى أنت مثلا عندك ولد، تقولي له الحين تجلس في الغرفة وممنوع تطلع، وراح تاكل السندويش غصبا عنك، فاكل السندويشه كامله واستفرغ، ما تقدر تحاسبيه لانك اجبرتيه. هذه نقطه. فالله عز وجل اذا وجدتي ان الله يحاسبنا على الاشياء التي اعطانا فيها خيار، مثل الايمان، قال الله عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فالله عز وجل هنا يحاسبنا لانه اعطاك خيار، اعطاك الخيار في الايمان او الكفر.